الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. إذا إخوة الإسلام، أمسلم إن شاء الله تعالى أسكن الأيام قليلة، ثم أديري الشهر المبارك إن شاء الله تعالى، إما يوم الثلاثاء أم يوم الأربعاء على حسب الرؤية طبعا. فالأيام فينا جزاكم الله خيرا إخفاء الإنسان أبي استعد، إحنا أبي استقبل إن الشهر عظيم، إن الشهر مبارك، شهر القرآن هايا. وجزاكم الله خير صراحة من الإخوة جميعا الأخوات يمثل من كورشي أن وني ويتوبن ويستغفر ثم وني يخفاش وانه يخفاش الله سبحانه وتعالى يشهر، فوالله على خطر عظيم. لماذا؟ لان صراحة الله تعالى يجرى به المناسبة ولم يطرح الفرصة يا فصراحة اما ضعيف الايمان يغو ليس والايمان قاع. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم قاع يعني شهر من ذلك السكة. اولا تفتح له فيه ابواب الجنة، في أبواب الجنة بمعنى الحسنات الله تعالى استمغاره لأنه درجة تضاعف فيه الحسنات. ثانيا كذلك تصفت فيه الشياطين، يعني تسلسل، يعني الشياطين غاتني تربط وترين ضعفاء قليل يجيج الفرصة وانه يتوب انه ما يغيتو. كذلك يجي الشهر وانت الله سبحانه وتعالى يعتق في النار كل ليلة، إلا الله سبحانه وتعالى يعتق إولان ذي النار حتى في شيء، يعني يستحق النار وتتي في شيء. لذلك مرة الإنسان أنتو واستغفى في رمضان مرمي غصغى يخفى الله سبحانه وتعالى مرمي. لذلك صراحة يعني ينبه العائلة النغ، ينبه ثوى النغ، النبه يقول بأنه لا بد في التوبة، وليه الشهر عظيم، شهر مبارك إن شاء الله تعالى. أنا نجي الطاعات، إذا الأعمال إذا جس في رمضان أقبر، يعني ما إذا الإنسان بيستعد يجب الاستعداد النفسي، لأن الاستعداد النفسي قبل ما تري الحج سني صراحة تعاون بزاف، تعاون إحنا الإنسان أدي استقبل الشهر إن شاء الله التوبة. إذا لغة سليم قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا يعني يؤمن بأن رمضان فرض خاص، احتسابا إنسان يتحتسب الأجر عند الله عز وجل، فلا شك غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني بيجي الخير ذنقر الله تعالى غير يسامح كل شيء الذنوب النفس. إذا وغير من يخفي يعيش حتى رمضان المغني. كذلك بعد الصيام ذلك القيام، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الإنسان اللي يحاول اللي يقوم الليل ثلاث تمغارين ثلاث زمان صراحة المجيدة الزرج التراويح بالجماعة يجمع ما التنقرط، لأن القيام الليل نولني القيام المقصود به هو صلاة التراويح بالدرجة الأولى ثم الذكر ثم قراءة القرآن. وقد إن شاء الله الأسئلة بعدين شحال الزرج النار كاعي متانو شي زيادة 13 ملا ما الزرج بالويتر الجامعة حتى طوح لها ذاتنا أمور فقهية ممكن في الأسئلة لكم يخشينا عن تجمع إن شاء الله كورشي في مسرينا زي تستفد أكثر. كذلك الصدقة في رمضان مهمة، الإنسان الذي يحاول الذي يصدق الذي يفطر صائم الذي يعاون يتماس كل شيء من يا تجل الخير عظيم. كذلك في رمضان شهر القرآن، الإنسان الذي يحاول الذي يفق الذي يقرأ القرآن ثم الذي يدبر الآيات ثم الذي يعمل زي القرآن من يا كل شيء مهم. جزاكم الله خيرا. إذا التربية أمكن نغنيها عني فهم زوار تغنستفد زي رمضان من يخا اختفار الله عز وجل أمقذ إلا لعلكم تتقون. إذا رمضان إطار بيان خلي استسلام إلى الله عز وجل، طاعة الله طاعة كاملة.
إن الدين عند الله الإسلام. أنسي الإسلام يكمر وتجيبونا حنسي الإسلام من يتوثق الهوى من يتوثق الشهوة لا. فلتلخص لليهود: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. لذلك الإنسان صراحة الفرصة من رمضان بيج الفرصة تنقرة حمد السلم الأمر لك الله عز وجل. قالت قجد زمي غتشكي يا رب بحرام غيخفين وزي الطعام زي المباحات ولو مباحات وعليكم صلى الله زي الطعام زي الشراب زي النكاح. مع ذلك الإنسان يخسى ذيري مستعد إيش هيا أمكن لنا. إذن دي النقطة وسنين بعد الاستعداد ثم التسلم. يعني الإنسان صراحة أستفد في رمضان بأن العادات السيئة إغاث في النفاق تزمى ثقة وزمى تنضغ واللي بالغلط إذن رمضان يتكتشف بأن واللي قام قشو زمى تنضغ الحجف بأنه كذاب يتبوصى خيخيط يتبوصى خش الشيطان يتبع الشوان سواء مغا. لأن شوف أقش يتصدر رمضان تغذى ماذي كيف سوزير يقاري قاش من بلي يزمى ستاعك إلى آخره كينا سيدي كيف وزمى غادي كيف لأنه يستسلم الله عز وجل يتقول هذه هي رمضان نص. إذن ماشي يتزر مغا إذن زمى صلاة ساعات نين سوايع ذي الشروق حتر مغا بعشرة حيطش 12 ساعة لله. إذن استسلم أمرك لله. إذن بعض المغرب يخصو له استريشي العادة أن التبرية أن تزر الدغية وقارو يخصى تعتقد بأن رموان المغاب حرام. إذن تسلم أمرك لله عز وجل أموك تسلم ذا موك تطاعد قبل الغروب قال جوز كيفك وتلفيحك وتتغسل. كذلك بعد المغرب تاتي المحرمات لأن تسلم بأن مليني حرامي كايف الله عز وجل أموك تجي تسوزير نار رمضان أموك تجي بعد. يعني ولو أن هذا الفرق وخطأ يعني تتضار ذن والنغلي الحرام ماشي غتسد بان ضع صفات به انتكر ورا. اذا يا اخي الكريم واللي ما يجيش البليه زي ماركه يا ها رمضان يسيد اش يابا اكيد بان البليه فين تجيبو صاحي اللي قرق يخلص دقيق ديال قوز ما سطاك كذا لا هاقش كي 12 ساعه وفي كيف شي. لذلك تكر ورا بارك الله فيك. ثم دينيش النقطة خلاء أصلا يعني تحاول الأخطاء يعني التسمغة يقدان ديريج الأخ الخطأ. قبل ذلك يخصص بأن رمضان وذلك في تحكيم جير أجر نسل الله عز وجل أمكن الله سبحانه وتعالى كل عمل ابن آدم فإنه له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الحديث هو يقارن بأن الصيام يتبشرن الله تعالى يجل بشرة تنقرن يجل أجر عظيم شحاله في السن. إذا أخلص النية لله عز وجل بذلك الإخلاص بأنه هو تزمض لله عز وجل. إذا نموك زياد يخفي وتتر وتسر زياد يخفي لك خفي سرية مغنية داس نتروغ أفتيني من على نتر سرية فينا زي سرية. أخي بارك الله فيك. أولا إقام النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. الله أكبر. ويقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك: رب صائم رب صائم ليس له إلا الجوع والعطاش. وثم أودم سفر الأحاديث بارك الله فيكم. من قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور واني ينعم سيدي غيكيت زمان يتقنع ديس النس الشهوة النس يعني الجماع ثم ويتاكبو شهادة الزور قول الزور كل شي كلام عفاني تسقي قول الزور الغيبة قول الزور النميمة قول الزور الكذب قول الزور السب قول الزور الشتم قول الزور كل شيء ما نيان يتسقي قول الزور. إذن قارن النبي صلى الله عليه وسلم آي مسلمان آي إني أزل الجنة آي إني أزل الله تعالى
اخاف ميخ تاكي رمضان اشوف ميخ تجي في في القوت تجي القضية اتقنت الجوع بالجماع الشوى والا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرب. قال يبقى شوف يقارن النبي صلى الله عليه وسلم يني الطاكن من يجي الحلال. شوف الماكلة حلال في السي حلال فطاك ذات لله ماشي مفطاك شي الحسد لله وفطاك شي الغيبة لله وفطاك شي الكذب لله وفطاك شي سعادة الزور لله. اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قاو يحرج رزق من القرات من الجوع وها يعني وغافي تيري فرجة. وحياك اخونا مشرف. اذا لابد خص ان تاكل اخطا ان تسلم لله عز وجل. لذلك صراحه واللي غاي في رمضان تعالوا يا ربي يخفي سو يا ربي يقمو من سو يا ربي يعبي فين سو يا ربي يزغني ويا ربي يطوي من سو يا ربي يغاني نص فوالله بعيد احمد يتوضا. لذلك شوف الحديث من رب صائم ليس له الا الجوع والعطش. الجنة في زمة شو غاتي تيري غا الجوع الفاز وغات والو مسكين لانه يقنع الديس يقنع الفرج ما شو يقيد هو قمهم في الكذب شهادة الزور ويقيد هو في السنس في العمل قيل حرام ويقيد هو يغاني في العمل قيل حرام ويقيد هو في طويل نسحمو يخزا قيل حرام ويقيد هو مزوغي نسحمو حمو يتسنس بومين الجن حرام. إذا ليس له إلا الجوع والعطش. لذلك يخسر تزم سيم زغن أتزم سيم طاوين أتزم سيم غان أمخ زم سوع ديس أتزم سيم سرينا كل شيء التالي جم التربية مخا يعبى الإنسان جي رمضان أحمد يري إن شاء الله زين غا يعتق الله سبحانه وتعالى وديج الفرصة الجوارح نعم ديج الفرصة طيبة ما دام الشياطين اتقلفن الله عز وجل. إذن اشتغل بارك الله فيك بذكر الله بقراءة القرآن اي اجغاك الافلام اني عفانا اصقال قصة وضغضر وقتوها اجغاك تحت قفل اخو غروم التويد نانسي احمد التويد اغروم احما السلق سقيمك لقي رمضان قال لعلكم تتقون ماشي لعلكم تأكلون. الموجود زي رمضان هو التقوى. اذا رمضان الزبي ولا يقال لك عنه 3 4 كيلو ارم غاب نعمل كيلو كتوارين كل انواع الماكله ها الكفته ها الشاورما ها كوتليت ها السينما اللي كوشي ترو زهيد ها المشكل الا طاكي ملايين لي اعرف التحرات بلع عدي فريزي طافي مغارب قد سنة نمشي من شي الماكله بزاف ديال رمضان القران طاكي كوزينه بالعز بلع حناكم دار الفروس اصحاب الخارج اللي تقرا حتى بالعز حناكم دار الفروس نرجاز بلعت كوزينة بلعت كوزينة وسم الناس شيء الطاف حمل انسان هذه اتقى الله عز وجل بذكر الله فحرس جيتيش متوارا شوف فحرس زيك شو يومين ايش نعلا زن كوزينة ايش نعلا فلي ما في مغارين ملا ومن يتغى بجم ينا تقنين تسرى نعارا ايش نضبط النقل ايش نسيب ايش نعلا تجم في حرس ازيك شو يومين ما كانش كور ناس حرس السنقس رقصني لان رعاصة غير مغاري جا الدعاء جا قراءة القرآن جا مالين يكون شيء السن قصغاه انا عرف انت حرات زيدا فنجينا تحت زرج التراويح الزمور نقيت 5 كيلو الذكر في العبادة ما تيري ان شاء الله. جبت ما والحبيب صافي اش ما سمعين في التوري لما نعاود خير. اذا زمانا يا بارك الله فيكم اغرم التزاف الله يجعل بركة اغرون تزاف والله رقة تزاف لفتش فيتامين بزاف ولكن لغو ميتنو فنشرين وفن قرسو في والو خساق شوين شوار ما شوينينا هم نحمد تبحث. اذا والله ثم والله كوزينا بالعمد شوين تحراث او الله ما تنسلت الجوع قاني جيريا وستشحس قومو الشين اغرو ما قاعد تعيش وخاقر ذيك الشوبن وتقذب. لذلك صراحة قزي زينا في رمضان احنا اتخوذ عبدسة كان شوي جير فقراء من غزة شو الفقير تتا يفقى وكشاية الصغيش نخيش تودس يقى بالله ما تشد راح انفع عينك اوه كشاف وكل نبوة وتقارينا في مارينا في اغرون ما عليش كشاف وستيش بور فلوس ولكن راح اتحنو كشاف بقى في يوم افيش كشاف افيش اتسلي وذان قيمة الجوع بارك الله فيك. خلاص يا اخونا ساجد لله
طيب بارك الله فيك، عانك الله. الزغط طويل خشير بزاف. اذا جزاكم الله خيرا، رمضان ديز التربيه المنايا. اذا الانسان هذه السنقص زي المعاصي، هذه السنقص قعد دي هذه السنقص زي منايا كلشي. بارك الله فيكم، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كذلك اميت قنور بنقي رمضان رمضان نعم سيدي ازير ازير ضيغف سجيرف ذوق الدوح ازير ضيغف سجيرف بالطالطو اللي قرات سنتغ الدين اللي غاس نتغينا وكا غير في جوة عقيبة صب وسنقرا بسبو الآية. الله عز وجل قال وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. أسويني ذاك كطنسيون، أسويني ذاك يتحمى الدم، سويني واش تجيبو مليح لأنه تصدبو غير وقت خير إن شاء الله. يخصيش تصدب غير وقت أواني العشاق قصت ساعات نين سويع روحها تحت تصد. وجعلنا النهار معاشا وتجيبو يتذكر حتى ثلاثة التحضير العافية قيمة 500 تسقاد روغي غزات جغدو إلا كان رفجا أتغاض القرآن أتحفظ فاكي النوم ما تحس في الجوع قصيام النهار وتجيبو نوم النهار صيام سرين كالزيخ وتعقيد شيئا تصم. الذكر قراءة القرآن قول الله يا مريع ذا شهارة ونبي يخصنق عبادة الله عز وجل أكسينا ندوى من نروح تخصف سريمي اكا غير فجاب وتعقيب اتصد. الذكر قراءة القرآن كل شيء حاولت كبر القرآن غاملي حرم غاب ما تحس ان شاء الله سنهاي كبر سجير تجي كلمه التراويح غا شويه الادعيه راح اقضي حتى كاس ديال رمضان تاكس غير يقصح ياك ان شاء الله يمكن اسمتك عالم زمانك الدروس انا ليش نسمح على حساب روق. اذا تاكمل النوم فمهم لان الهدف ديال رمضان بارك الله فيكم التربيه التقوى التربيه البرنامج التربيه النظام. الانسان اللي يحاول يرتب الامور النص خينا روق هذيك البرنامج حنا فوانسه ديالي بالقود لا غير فوانس الثواني رعشا روح وني جا ديال الخارج 10 ونص حيت الصافية تقيدها السي ثلاثة خمسة هذيك غاتصبوا الجوج غا توكلتوا على الله الجوج لا غا ما خام يبوصها الشيطان البرنامج اللي قال اغا القران الامام مالك يعني العلماء قال رمضان الى تاكني الدروس تفرغن غير القران غا القران وها القران مثقل. كذلك الشهر بارك الله فيكم لجن الشهر صراحة الشهر امو لكم من الصدقة كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود ما يكون كيكون في كان اجود الناس واجود ما يكون في رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم راه يتصدق الطاس ديال رمضان راه يتصدق اكثر. اذا صراحة صدق غافل القرآن كلشي في مسرينا على الله سبحانه وتعالى غادي يخفض ظروف النغجة جميعا هذه الصفة والنغز الحيق بالمشاكل للشهوات والشهر وليت كذلك شهر الانتصارات غزوة بطر توقع في رمضان الفتح فتح مكة في رمضان. اذا وجبوا شهر شخرو تاكسي شخا تاكسي يغص الا الخدمة الخدمة مسقن الانسان الذي اتقى الله عز وجل الفجاء قراءة القرآن إلى غير ذلك. إذن الجشة رمضان أمرية من غني العام كورشي لا رمضان قديك في العبادة أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم يريد قي العبادة في رمضان أكثر لأن تضاعف فيه الحسنات. إذن هاي اللي يزوم دوبل فيرك دوبل ترافاي الخدمة زيادة يوا أخدم أخدم كورشي تقل معاصي سواء زوي الداغ زاني غاقش كيف معاصينيك نشرف المعاصي الا من رحم الله عز وجل. ما نفذ الله تعالى غير سامح اذا اقبل على الله توبه صادقه كن مخلص لله عز وجل والله اكن ضمن الجنه ان شاء الله تعالى. اذا المنايا فاسال الله تبارك وتعالى ان يوفقنا لما يحب ويرضى وان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول ويتبعون احسنه. صراحه قبل ما يبدا رمضان ديال الاستعداد النفسي كذلك كني وانه ما غاتجي شي وريق شويه ما غاتجهز
وراح مسموحة كي جاني وقالي شغال سيوي راك مغاط يا لطيف مش يزس وجمع لي طايا الزو كلشي تاكسي الشحناء تاكسي البغاء تاكسي الشيطان اخومي كي الانسان غيري سموح كلشي نخطا غض النفس غض الطرف يري سموحة كي ولان واللي كي تاسي شي صفا كي دز تاكي الشحناء تاكي البغضاء بارك الله فيك لعل الله سبحانه وتعالى يعني يا اخي افكش التوبة سابقة ان شاء الله تعالى. بالحب تلقاك البدور ضيف الامان والسرور فيك العطايا والاجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور جور ابخي جور امون دمور تسو سيليا بيافنو ميور دموا بيافنو بونور Notre moi ça, bonheur et bien. We welcome you, month we all adore. We pray for happiness and more. To all the people, open up your door. Peace, love and joy. Let them soar, let them soar. Ramadan, welcome holy month Ramadan, Ahla Ramadan. أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد النور في الدنيا يزيد والرب تواب شكور أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد النور في الدنيا يزيد والرب تواب شكور والرب تواب شكور رمضان رمضان welcome holy month رمضان welcome رمضان